ضريبة التطور الذي يشهده العالم اليوم قد يدفع ثمنها بعض المستخدمين، وذلك باستغلالهم لتلك الوسيلة بشكل خاطئ وسلبي. تلك الوسيلة يرصدها لكم تقرير الزميل محمد الجنيدي. الطريق إلى الشهرة هو بساط من حرير يخطو فيه البعض، اعتقادا بأنهم يحققون غايتهم من جذب انتباه آلاف المتابعين. وهنا تنطبق سياسة خالف تعرف، فبدايتها كانت بالتصوير الذاتي المعروف محليا بالسيلفي، ثم انتقلت حمى وسائل التواصل الاجتماعي إلى منحنى بات يشكل تهديدا مباشرا على حياة سائقي المركبات ومستخدمي الطريق. اوكي، تبغى الطريقه للشهره بس مو اثناء السواقه، يعني من سوق السياره المفروض تكون منتبه. غلطه بسيطه يعني غفله بسيطه خلاص راحوا فيها، فبعدين عواقبها جدا يعني يكون وخيمه. يعني الناس اللي يسوق السياره ويصورون هاي مو بزينه، واكثر شيء الحوادث سبب هي هاي، اللي يلعب بالتليفون واللي مشغول بالتليفون ويمشي بالشارع بسرعه ويصور عمره، هاي كلها خطأ. أصبحت بعض برامج التواصل دخيلة في مجتمعاتنا، فعن طريقها تبث مقاطع مباشرة بالصوت والصورة عن حياتنا اليومية. ويستطيع المستخدم أن يرد على جميع أسئلة المتابعين، وهنا يتباهى الكثير باستخدام البث في السيارات أو الطرق السريعة وتثبيت الهاتف بقاعدة بالزجاج الأمامي دون مبالاة أو احترام حرمة الطريق. يعني واحد واقف مكانه ما في مشكلة، بس إنه هو يسوق السيارة أكبر غلط. يعني لا سمح الله مثلا هو يصور ما شاف شيء، ياهل طلع يدامه دعمه جتله، ولا سيارة ثانية دعم ولا سمح الله مات صار شيء، هذا ما بينفع. الواحد عم بيعرض حاله، عم بيعرض الناس الثانية اللي كان ماشي بالشارع ولا السيارات الأخرى للخطر، ممكن يعمل حادث، ممكن هو يتصاوب، بجوز ما غيره يتصاوب، هو اللي يتصاوب، بجوز هو اللي يموت بعيد الشر. يعني لا تنشغل بغير الطريق عبارة جل ما رددها رجال الأمن والمرور، فقيادة المركبة تتطلب الانتباه والتركيز حتى لا يقع السائق عرضة للحوادث، فيكون الطريق إلى الشهرة نظيره الطريق إلى الهلاك. نناشد الجهات الأمنية بوضع قوانين رادعة للحد من بعض الاستهتارات لمستخدمي التواصل الاجتماعي أثناء القيادة، التي غالبا ما تكون نتيجتها الحوادث المرورية. لإخبار دار، محمد الجنيدي، الشارقة.